نجد في الفترة الأخيرة بأن رجال الحكومة دائما ما يقولون بأن ظاهرة الزيادة السكانية سببها عدم فهم الشعب المصري لثوابت وقيم الدين الإسلامي، فما رأيك في هذه التصريحات؟ الزيادة السكانية نعمة من الله، الإنسان نعمة، النبي يقول تناكحوا تناسلوا توالدوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. الذرية، احنا بلد نعيش على شريط أرض زراعي حول النيل، وعلى يمينه وعلى يساره آلاف الأفدنة وملايين ملايين الأفدنة صحراء. لو كانت عند دول محترمة وحكومات محترمة لأصلحت كل هذه الأراضي ولأخرجت منها زرعا وفيئا وخيرا كثيرا، لكن احنا نحكم بأناس لا يبحثون عن مصلحة هذه البلد أبدا، يبحثون عن قهر العباد وعن إذلالهم وعن سجنهم وعن تعذيبهم وعن أن يأتوا على البلد بديون لا فائدة منها ويهلكوا الحرث والنسل. نعم. دكتور عبد الخالق، دائما ما نجد الحكومة المصرية تقول بأن سبب المشاكل التي تواجه المصريين هي ظاهرة الزيادة السكانية، ما جعل البعض يقول بأن الحكومة تعتبر الزيادة السكانية شماعة لفشلها، فما رأيك؟ يا فندم، الحكومة حينما تقول أن الزيادة السكانية هي سبب مشاكل بلد، هذا دليل على أمور كثيرة. أولا جهلها. العالم كله يبحث عن 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 الرجال والشباب، العالم كله. أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية كانت تبحث عن الشباب لكي يغطوا عجز من قتلوا في الحروب. أمريكا وكندا كل عام يبحثوا عن آلاف مؤلفة من المهاجرين إليها. الناس تبحث عن القوة الشبابية إلا نحن.